اهلا بيكم في برنامج غنيلي. في برنامج غنيلي شكرا احنا هنالف اغنيه مع بعض. انا هسالكم اسئله انتوا هتردوا عليها انا هغنيها. شكرا غنيلي شكرا. احنا اغنيه الاسبوع ده عن المصيف. وانا سالتكم شويه اسئله وجات لي اجابات جميله جدا. اول اجابه منها ان انا ابتدي بآله الدرام. وانتو اخترتوا بومباستيك فانتاستيك. سنس انه بومباستيك فانتاستيك فغالبا هنعمل بيت اسمه فور اون ذا فلور. ده بيكون بيت في كل بار فبيبقى بوم. وعشان نظبطه لازم نحط له التك. وده جزء مهم في حياة كل فنان انه يختار السنير المثالي. تيكو سنير بيدور على السنير المثالي. بركة. ممكن بقى نبتدي نحط الهاي هات. وهاي هاتس لفوق دي. هجرب اطلع شوية كوردات من الجيتار دلوقتي. للأسف كل جيتارست بيكون عنده سترينج معين مطلع عينه. وفي حالتي انا السترينج اللي مطلع عيني هو الجي سترينج. لا 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 رجعت من الصفر من مكان ما بدأت. رجعت من الصفر من مكان ما بدأت. رجعت للصفر من كان ما بدأت. خنقت. انا بحب الغوامق، بحب الدارك، بحب الدواكن. الدواكن. انا عجباني السنير دي بالذات. انتي واكله كشري انا كمان واكل كشري. انجي تكبري انجي انجي حلوه تكبري انجي في الجيتار انجي صوابعك تخينه انجي انجي. عامه الكوردات دي مش بطاله خالص. هي فيها حاجه حلوه، فيها احساس شاطئي. الوداع ايها الكوردات التانيه. ماشي ممكن نحط سقف بقى. سقف سقف اوعى توقف. سقف سقف اوعى توقف. ان انا ممكن اجيب اربع سقفات واجيب واحده يمين شويه واجيب التانيه شمال شويه وكأنهم ناس كتيره بتسقف، بس هو فعلا انسان وحيد قاعد ورا لابتوب في ظلام مهلك بيحاول يعمل حاجه. بنبيع الفرحه. سلام فرنا. ممكن تبتدي نخش على البيس بقى شويه. دلوقتي احنا عملنا حاجات في الاغنية، حطينا elements كتير فشخ. هحاول في الكورس ان افضل ارمي حاجات كتير واشوف ايه فيهم اللي هيلزق وايه فيهم اللذيذ وايه فيهم اللي ترنتنت ترنتكاكا. ترنتكاكا.
لا 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 ما تكريش أبوس إيدك. يا رب كن مسيف. وبكده نكتشف أهمية الواحد يكون عنده وسواس قهري، يفضل يسيف كل شوية عشان ما يضيعش عليه شغله. أو سي دي. عايز أعمل حاجة، بما إن إحنا بنتكلم على البحر ومصيف، عايز صوت فقاقيع. نقول ايه بقى؟ لا انا وانت حبيبي مفيش حاجة نقولها. انا دلوقتي كده خلصت المزيكا لحد كبير، اظن دلوقتي وقت الكلام. فالكلام على ايه؟ الكلام على كلامكم انتوا، بعتولي بجد يعني اجابات كتيرة جميلة رائعة. اتسوحت بس تمام. سألتكم كم سؤال، انتوا اصلا نفسكم تصيفوا عشان ايه او بتهربوا من ايه؟ فجالنا اجابات كتيرة جميلة لذيذة جدا. استاذ احمد بعت لنا هو بيصيف ليه، علشان الواقع مؤلم فبنزل البسين. حاسس بيك قوي. جيجي على مالا، علشان بننام. انا نفسي انام دلوقتي بس انا سهران عشان اشتغل على الاغنية. لمين؟ لا لكم. صفا الزيني قالت ان هي بتاخد العوامة الفلانجو. انا معايا العوامة الفلانجو والشورت كلوت بتاعي، طلعني الساحل بسرعة. محمد حاجة قال اك 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 اك، احب اشكرك اك 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 اك. لما جيت سألتكو الساحل الطيب طيب ليه والساحل الشرير شرير ليه، سيد حبيبي قال لي الساحل الشرير شرير عشان صافي مش فيه. وبعد سيد تسنيم جاوبت على نفس السؤال وقالت بحبك يا يايا. اعمل ايه اكتر من انا على الاكاونت بتاعي، فاهم؟ مش ممكن نبتدي نجرب من الفيرس؟ الواحد عايز يقول ايه؟ معانا نص فيرس. ماشي. واقع أليم. ده بقى تاني. واقع أليم، عايز أكمل الدريم بس أنا عندي ميتنج مع المستر كريم. أوه نفسي أنزل بالفالنج وأزرع شعر عشان أبلو على قول لي يا بوديا قول لي اعمل ايه. ماشي. احب اقول الحمد لله، وكما قال الفنان الفيلسوف الشاعر الكبير محمد حمائي، خلص الكلام كله. تخش نسجل فوكلز. مخي فسي اعمل فس، انزل مايا اعمل تس، حد يجيب عوامة عايزة بلبط عايزة بلبط. نسمع بقى ان كاكا اللي احنا عملناه ده، ولا هو مش اون كاكا ولا هو اون كاكا. واقع أليم، عايز أكمل الدريم بس أنا عندي ميتنج مع مستر كريم. في اسبرين، طب ما تجيب لي حبيتين اي حاجة عشان هموت من زحمة المهندسين.
عشر عشان أبلو أي شط مش هحلو مش عارف أخش من البوابة مش عشان إحنا غلابة أيوة بابلو إحنا في غابة حد يجيب عوامة عايزة بلبط عايزة بلبط حد يجيب لي صنبلوك عايزة ضروت عايزة ضروت مخي بس يعمل فس أنزل مية أعمل تس أفضل أكل طول اليوم وانسى حلم إني أخس حد يجيب عوامة عايزة بلبط عايزة بلبط حد يجيب لي صنبلوك عايزة ضروت عايزة ضروت مخي بس يعمل فس أنزل مية أعمل تس أفضل أكل طول اليوم وانسى حلم إني أخس أروح لي فين أصل المصيف ده نوعين واحد طيب أصله قريب والتاني بعد العالمين هناكل ايه مكرونة وباني نيجي نحاسب بعد الوجبة حسابنا يكون 2000 جنيه الجو هوت 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 على أقرب شط أروح أنط وأفضل هناك سمير سبوت ولا أنسى كل الانسجام واتمنظر على الانستجرام إن أنا بسهر مش بنام حد يجيب عوامة عايزة بلبط عايزة بلبط حد يجيب لي صنبلوك عايزة زروت عايزة زروت مخي بس يعمل فس انزل مية اعمل تس افضل اكل طول اليوم وانسى حلم اني اخس حد يجيب عوامة عايزة بلبط عايزة بلبط حد يجيب لي صنبلوك عايزة زروت عايزة زروت مخي بس يعمل فس انزل مية اعمل تس افضل اكل طول اليوم وانسى حلم اني اخس سقف سقف اوعى توقف. شكرا ان انتوا اتفرجتوا على اولى حلقات غني لي شكرا. اعملوا لايك وشير وسبسكرايب وما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتس اشير تحت صح ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتس عايزين الاغنيه بتاعت الحلقه الجايه تكون ايه فاكتبوا لي وانا هختار وهالف اغنيه على اساسها وهغنيها شكرا.